هنا الحروق الغير حيويه، هاي العفو شوي الكلمه يمكن مطالعه، الحروق الغير حيويه دا تشوف هنا صار حرق بالمنطقه بس ماكو عمليه نزف دائر مدار الحرق او عمليه التهابيه، علامات التهاب يعني عند السراوندنج تشو، هذه هي احد علامات الحروق الغير حيويه باختفاء التفاعلات الالتهابيه حول. اذا فيما يخص التعرض الى البرد او انه الاصابه يعني الحروق الناتجه عن البرد، او يؤدي عاده التعرض الى البرد الى حالتين، اللي هي عندنا فروست يعني عضه الصقيع اللي هي هاي اوكي، شوفوا انه حتى يصير مثل الجنجرين بالخشم، بيل تام للوجه، ريدنس موجوده بالوجه ايضا، وعندي قدم الخندق يصيحوا لها الترنش فوت، الترنش فوت ايضا، هذا من العلامات الاخرى. اذا ما هي الاصابه؟ تقول قدم الخندق. ما سبب الاصابه؟ التعرض للصقيع يعني او البرد. وكذلك نفس الشيء الصوره اللي موجوده على بالنسبه للموت بردا بالنسبه للطفل ينترك انه ويموت نتيجه البرد. حتشوف تشريحيا اولا لون الجلد ممكن احمر نتيجه عدم لانه ما زال عدم افتراق الاكسجين عن الهيموغلوبين. قد يكون الجلد باردا نتيجه انخفاض درجات الحراره. الجثه تكون متصلبه نتيجه انجماد بروتين عضلات. قد يحدث هناك نخر في المعده اذا فحصت تشريحيا يعني بصوره يعني داخليه، وقد ممكن نشاهد عندنا فاتي تشينج في عندنا البنك في 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 غده البنكرياس، وممكن نشوف ايضا نكروسز حتى نلاحظ نكروسز في الباروتيد جلاند. ها هي علامات الموت بردن. اذا هذه ما هي المشاهدات العيانيه التي تراها في هذه الصوره؟ عدد ثلاثه منها، تكتب ثلاثه من ذني الموجودات السته امامك، واضافه الى ما هو السبب؟ تقول الموت تعرض للبرد الشديد. الموت جوعا، الهزال التام ان يكون عاده نتيجه في حاله الهزال او ضعف العام في الجثه، البطن تكون بشكل قارب بحيث مجوفه تكون سكافويد، وتكون العين منبعجه شايفينهم ذول خاصه في المراحل ممكن تشاهدها اشخاص خاصه في اشخاص سوء التغذيه واشخاص اللي هم يعني خاصه المراحل المتقدمه من السرطان يعني هواي نشوف في حالات، تكون الامعاء والمعده خاليه من الطعام. وطبعا بالناس الفقراء جدا اللي هم يموتون نتيجه جوعا انه ما عندهم اكل، عاده احد لو فحصت يشوف انه الامعاء والمعده خاليه من الطعام تماما، والبطن بشكل قارب والعين تكون بصوره منبعجه. اذا ما هي المشاهدات العيانيه التي تراها في هذه الصوره؟ عد ثلاثه منها، تكتب ثلاثه. ما هو السبب؟ تقول هو جوعا. نجي في عمليه الصعق الكهربائي، هذا قلنا تذكرون قلنا الصعق الكهربائي هناك مدخل الصعق عاده يكون في الاطراف العليا في منطقه اعلى الجسم، يكون بشكل جرح دائري. الوصف تعودون له الى المحاضره النظري، هذا هو مدخل نموذجي. ما هي صفات المدخل النموذجي؟ قلنا جرح جاف دائري والى اخره، ترجعون الى عمليه تقول ما قلنا بالامتحان نطلبه من عندكم. اذا هذا ماذا تمثل لك في هذه الصوره؟ هذا هو مدخل لسعق كهربائي او تيار كهربائي، اوصفه تذكر ذيك الصفات التامه. تحدث حالات اخرى في عمليه السعق الكهربائي مثل ما تتذكرون هي عمليه التمعدن، اللي هي قلنا ذوبان بعض المعادن القريبه من الاسلاك او من الاجهزه الموجوده من عمليه الحرق الكهربائي، والتي قد تؤدي الى انه تنغرس في انحاء الجسم او في انسجه الجسم. شوفوا هاي اليد بها قطع من المعدن، هذا نتيجه عمليه اللي صار في عمليه السعق الكهربائي. اوكي، فالتمعدن ممكن ايضا نعيد عليها النظره، انا شرحتها ايضا مثل من الحالات اللي نشوفها في السعق الجوي. اكو حالات في الحالات يعني حالات نقول مميته او علامات المميته والعلامات الغير مميته او في الحالات الغير مميته، قلنا من اهم مشاهد صح لو تلاحظ انحرار في منطقه الكتفين والصدر يكون على شكل شجره، وهذا ما يدعى بظاهره التشجر، وهذا اللي شفناها من العلامات الغير مميته. ويعتقد ان التشجر ناتج هو عن نتيجه تكسر خلايا الدم الحمراء وخروج خضاب الدم والهيموغلوبين الى المناطق المحيطه بالاوعيه الدمويه. اضافه الى التشجر قد نلاحظ هناك حدوث حرق
موضعي، بس هنا نشوفها بالجثة هو فقط التشجر اللي هو عملية. الحالات في الحالات المميتة للصعق الجوي أيضا موجودة بالمحاضرات كاملة، هنا نلخص لكم إياها. نلاحظ هناك تمزق تام في الملابس، تهشم في الآلات اللي يحملها مثل البندقية إذا كان في منطقة الصيد. نتيجة الصاعقة قد تؤدي إلى تغيير الضغط الجوي المحيط داخل العضو فيحدث حرق في منطقة أو عدة مناطق من الجسم، وقد يكون هذا الحرق جزئيا، وقد تبدو نهايات الشعر منتفخة. الحرق قد يكون كليا وتبدو المنطقة المصابة كأنه تم حلقها بصورة عامة بصورة تامة عن الشعر. أوكي، كما يشاهد هناك أيضا ممكن نشاهد أيضا مخرج للتيار الكهربائي في مناطق المرافق. إذا هذه ماذا تمثل لك هذه الصورة؟ تمثل لي علامات المميتة أو الحالات المميتة لعملية الصعق الجوي، لعملية الصعق الجوي. هذا أهم ما موجود في 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 شغلات بالنسبة للعملي بمادة الحروق، المطلوب عندكم إن شاء الله بعدين في مادة الامتحان العملي للطب العدلي.